امتيازات محدودة وخدمات متواضعة في انتظار كل الفائزين بمنصب رئيس البلدية على غرار أجورهم التي تتحكم فيها معايير وشروط تتقدمها الكثافة السكانية والموقع الجغرافي، ما جعلها تنحصر بين 7 ملايين سنتيم وترتفع إلى غاية 13 مليون سنتيم للبلديات الكبرى سكنياً وجغرافياً. إذا كان نظرنا للأجرة، الأجرة عادية، ربما كاين إطارات في البلدية خلصوا خير من رئيس البلدية. لماذا؟ لأنه رئيس البلدية الأجرة تاعو مربوطة بعدد السكان، أقل من 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 10,000، أقل من 20,000، أقل من 50,000 وهكذا. كما يستفيد رؤساء البلديات بقيم مالية متباينة بحسب الكثافة السكانية على حجم الأعمال وأعبائها وحجم المسؤوليات، فالبلدية التي يقطنها أقل من 10,000 نسمة يتقاضى رئيسها تعويضا عن المنصب، أي المسؤولية قدرها 7,000 دينار. أما بلدية تقطنها أكثر من 200,000 نسمة يتقاضى مبلغا قدره 12,000 دينار. يتمتع رؤساء البلديات إضافة للمنح المذكورة بامتيازات عينية تتمثل في سيارات وظيفية وحصص وقود شهرية، وفي صورة امتلاك البلدية سكنا وظيفيا فإنه لا يمكن لرئيسها الانتفاع به. طبعا فيما يخص الامتيازات اللي راح يتكلموا عليها الناس، ما كانش امتيازات. الامتياز الوحيد اللي كاين هو انه المفروض كي تكون البلديه عندها امكانيات تكون عنده سياره خاصه تاعو والسائق تاعو، اما الحراس لا. الشكل الوظيفي غير موجود وغير مطلوب وغير معني به رئيس البلديه. امتيازات ورواتب شهريه يظن العديد من المواطنين انها خياليه، الى ان الواقع يقول غير ذلك، ما يجعل المير مجرد اداريه.